بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة مع استقرار طبعا في الأحوال الجوية. هنلاحظ وجود السحب العالية والمتوسطة على مدار اليوم، فبدورها هتحجب جزء من أشعة الشمس وتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء هتكون فترات النهار أجواء لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. توقع العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية، لكن خلال فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. هنلاحظ الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل، فمهم جدا ناخد بالنا من ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في تحديد نوعية الملابس. بالإضافة كمان خلال ساعات الصباح الأولى تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن مع طلوع أشعة الشمس بدأت الشبورة المائية في التلاشي ساعة بالكثير، وهتبدأ الطرق الرؤية معها تتحسن على أغلب الطرق. بالإضافة كمان إن غدا متوقع إن احنا نبدأ نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على الصحراء، فتبدأ معها ارتفاع طفيف جدا في درجات الحرارة بحوالي درجة إلى درجتين. يعني احنا الأيام القادمة العظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 23 وال 24 درجة مئوية، هتظل معها الأجواء معتدلة فترات النهار، وهتعود مرة أخرى فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية. يمكن اليوم فرص سقوط الأمطار تلاشت من أغلب المناطق، توقع غدا أن فرص الأمطار تعود مرة أخرى على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، خاصة في السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر. طيب أكثر المناطق اللي ممكن أو معرضة يكون فيها شبورة مائية كبيرة علشان الناس تاخد حذرها على الطرق؟ هو طبعا اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه ومدن القناه اللي تتكون عليها الشبوره المائيه، خاصه في ساعات الليل المتاخره يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا مع الساعه 7 صباحا تبدا تدريجيا الشبوره المائيه في التلاشي. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا ونتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بالقاهرة، العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 22-15، اسكندرية 22-16، العلمين الجديدة 22-15، مطروح 22-14، دمياط 22-16، بورسعيد 22-17، والإسماعيلية 23-15. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 15، سيوة 21-8، كاترين 19-7، طابة 22-15، حلايب 25-20، شلاتين 27-21، شرم الشيخ 26-19، الغردقة 26-18. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 13، بني سويف 22-12، الوادي الجديد 24-13، أسيوط 22-11، سوهاج 23-13، قنا 25-14، الأقصر 26-15، وأخيرا أسوان العظمى 26 والصغرى 15. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وتحذيراتنا من الشبورة المائية اللي بتظهر في الساعات المتأخرة من الليل، علشان ناخد بالنا على الطرق السريعة سواء الزراعية أو الساحلية وغيرها، عشان نقدر نتحرك بسلام ونرجع بيوتنا بسلام. ونرجع مرة تانية لشاذلي وفاسانت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا رامي.